هذا الجينيريك تاع مسلسل البراني، بصح حنا لاننا ما نقدموش الجينيريك، جينيريك كاع شافوه الناس، حنا نقدموا ما وراء الكواليس. عندنا حتى مشهد لتصوير نظن الماء، لانه اختار تيمة الماء وغرق، نشوفوا هنا باش تعرفوا كيف صوروا الممثلين لما كانوا يغرقوا، لانه الاحداث فيها بزاف، على بالك ابطال راح يغرقوا. فراني نشوف كيفكم الكواليس لاول مره، على بالي راني نعلق معكم مباشره. هذه هي طريقه تصوير الكواليس. دائما برنامج حنا في رمضان يجيب لكم الكواليس حتى من العدد الثاني، ما تبقاش برنامج اخر. هذه ثاني سي اون تكنيك. خلينا نشكر شويه فريده، خلينا نشكر روحنا. راني نشكر هاك، تشكر روحك. انا نشكر كاع في عندك الحق. عايده عبابسه هي مثلا مشهد الغرق نتاعها، شفنا كيفاش عيد عبابسا، كي خالد بن عيسى، كاع الابطال. وحتى المكياج تاع الماء مكياج اخر، ماهوش مكياج. هذه هي هذه تاني سي اون ريفيرونس دو سينما امريكان. هو الغرق يقدر يكون غرق رمزي قاعده، مش بالضروره غرق رمزي. ايه اللي هما ما عادش يغرقوا. ايه غرق رمزي يعني هو الاحداث الماء حاضر، لانه القتل تاع الفتاه هذه كان في البحر. لما هذوك زوج صيادين تم قتلهم في البحر. البحر له حتى مصطفى العريبي لما يواجه البحر وحيدا. فكل هذه المشاهد تبين باللي البحر عنده الماء، الماء عنده دور، عنده شخصيه في العمل، باش ما نقولوش هو بطل العمل. وكاين ميتافور ثاني تاع قطع النفس، يعني كي نكونوا سولو، كي نكونوا غارقين، كي نكونوا في المشاكل، كي نكونوا في الحياه الصعبه. دونك سي اسي سامبوليك. والغرق ككل، انا نحس كل ما فيه غرقت عيد عبابسه ولا مازال ما غرقت؟ كاين كوتش، كاين كوتش معاهم، كاين كوتش مع الممثلين. اكيد هو يطلقوهم يغرقوا تاع بصح نبيله. لا يعني باينه داغي لابيسين، يعني مسبح يعني شوف كل طريقة جديدة كذلك، طريقة تقديم الأبطال، في تقديم الأبطال في تقديم الجينيريك مع الأغنية الحزينة اللي ترافق حتى المشاهد. شوفوا ما تجيش باش ما يدوهاليش مقطع هذه ويحطوها قادة بن عمار يشبه ولا سيدنا نوح، العائلة لما تم إنقاذ الجميع، والعائلة اللي خرجت فيها فكرة الغرق، أنه الشر والخير اللي كنا نحكيو عليهم في المسلسل، تيمة الخير والشر، تيمة الحلال والحرام، هذه موجودة حتى في الدين نتاعنا. فنظن الماء يحضر بكل هذه الابعاد كعنصر، لان الماء هو عنصر الحياه قبل ان يكون عنصر الموت قادم، بالتالي هذا يغرقوا يغرقوا في الحياه، كان الحياه اللي وراء الماء الحار. هاي لا تغرق، هاي لا تغرق، عيد عباب صح تغرق، هاي بس بطل المباشر. فمعنا مدير على حسب ما قالت لي راضيه، زميلتنا راضيه، فمدير التصوير هو اللي راه معاهم. ايوه اوكي، مدير التصوير اكيد راح يحضر، هذا راضيه باينه اكيد. كيما يحضرش مدير التصوير شكون يحضر مسلسل الملابس؟ باش يضوي تحت الماء سي اون تكنيك تري تري ديفيسيل، وكان لازم له ان فون نوار، يعني دار له فون الاسود باش تبان مليح في الصوره. واذا تتذكر فهذه هي اذا تتذكر مشهديه الماء كانت حاضره ايضا العام الماضي من خلال مسلسل 11-11 في ذاك المشهد تاع صح تاع التعذيب. نعم لا الممثله واسمها هند، هند ايه كي هند في هند المسلسل. هند كنا خدينا وقت العام اللي فات كي تكلمنا على هذا التصوير، وكيف التقنيه هذه بارزه لاول مره تكون في الدراما الجزائريه. هي التقنيه بصح، هو المشهد ككل حاضر في اكيد اكيد، ولكن كنت رحت تفتشي في الدراما الجزائريه الا ما تلقي محمد عجايبكش نهار دارها. لا اظن. علاش لا تظن؟ لا اظن انه هاد تقنيه التصوير تحت الماء كما قلت لك راهي بدات التقنيه اللي هي الكاميرات امور بصح التعذيب وهذه لما يكونوا داروها من قبل. ايه هذاك على الطريقه الرمضانيه تاع السبعينات. تحيه الى السيد محمد عجايبي الفنان الكبير طبعا الذي نحترمه ونحبه.